لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل درسنا الذي عنوننا له من قبل بأحكام الأسرة. واليوم إن شاء الله تعالى سنتناول يعني مسألة من مسائل أحكام الأسرة، وهي تكملة لما سبق، وهو الكلام عن المحرمات زواجهن من النساء. سبق أن المحرمات زواجهن من النساء أقسام أو أنواع. هذه الأنواع في الجملة محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. أما المحرمات على التأبيد فسبق أنهم ثلاثة أنواع أو أقسام. القسم الأول محرمات بالنسب، وده تقدم الكلام عليه وفي المرة السابقة، وقلنا أن النسب كل النساء من النسب محرمات على الإنسان إلا أربعة، وهن بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. أما سائر النساء، عمتي وخالتي وطبعا وأمي وأختي وبنتي وكذا، كل هذا يعني محرم على الإنسان. اليوم إن شاء الله نتكلم عن النوع الثاني من المحرمات تأبيدا، وهن المحرمات بالمصاهرة. لسه النوع الثالث بعد ذلك، وهو المحرمات بالرضاع. اليوم نتكلم عن المحرمات بالمصاهرة. فقبل ما نذكر المحرمات لابد من بيان معنى المصاهرة. ما هو المقصود بالمصاهرة؟ المصاهرة هي العلاقة الناتجة عن الزواج بين رجل وقرابات زوجته، وبين امرأة وقرابات زوجها. يعني الرجل قرابات زوجته، قرابات زوجته كلهم اسمهم أصهاره، والمرأة قرابات زوجها اسمهم أصهرها. فهذه تسمى علاقة مصاهرة، تسمى علاقة مصاهرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهارا له، وأقارب الرجل أحماء المرأة، وأقارب المرأة أختان الرجل. يعني أقارب الرجل اللي هم أصهار المرأة بيتقال عليهم أحماء المرأة، وأقارب المرأة بيتقال عليهم أختان الرجل. يعني قرايب زوجته اسمهم أختان، فلان ختن فلان، يعني قريب لزوجته. فعلاقة المصاهرة هذه علاقة فيها أيضا ما يحرم به أو يحرم معه الزواج، ما يحرم بسببه الزواج. ومما يتعلق بمسألة المصاهرة يعني كمعنى يعني في ذلك لطيف، ما كان من أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث الضرارية رضي الله عنها. معروف أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سبى منهم من سبى، وكان من بين هؤلاء جويرية رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الناس أنها صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتقوا كل من تحت أيديهم من سبي يعني بني الحارث يعني ابن ضرار، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قرابات زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقوا عندنا عبيد في بيوتنا. فأعتقوهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن علاقة المصاهرة اللي هي قرابة الزوج وقرابة الزوجة، كل منهم صار للآخر صهرا، صار للآخر صهرا. طيب المحرمات بقى من النساء بعلاقة المصاهرة دول أربع أنواع من النساء هن اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوجهن. أول نوع
زوجة الأب، زوجة الأب. أبويا أنا لو تزوج امرأة، طبعا غير أمي، لو تزوج امرأة غير أمي، هذه المرأة صارت العلاقة بيني وبينها علاقة مصاهرة. ليه؟ لأننا من قرابة زوجها، فيحرم علي أن أتزوج زوجة أبي ولو بعد موته، ولو بعد موته، لأنها حرمت تأبيدا، يعني ليست محرمة تأقيتا، إنما حرمت تأبيدا. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأنزل: وأن تجمعوا بين الأختين. هذا حديث صحيح. فكان الناس في الجاهلية إذا مات الرجل ابنه يتزوج زوجته، وأول شيء يضع إيده عليه في التركة، يأخذ مرطبه ويتزوجها، وكانوا يجمعون أحيانا بين المرأة وأختها، وده هيجي معنا بعد كده لسه في المحرمات بعلة. إذن فأول نوع من النساء يحرم بالمصاهرة زوجة الأب، فلا يجوز لي أن أتزوج زوجة أبي، فهي محرمة علي تحريم مؤبد. فنهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب، يعني هل هو العقد ولا الوطء الدخول، يعني لم يبين الله سبحانه وتعالى، إنما قال: ما نكح آباؤكم. وعليه حصل خلاف بين العلماء، لكن جماهير أهل العلم، يعني أسف، العلماء أجمعوا على أنه بمجرد العقد، بمجرد العقد على زوجة الأب تحرم على الابن، تحرم على الابن، وإن لم يدخل بها الأب، وهذا تحريم مؤبد كما سبق. ويدخل في ذلك زوجة الجد من الجهتين، يعني زوجة أبويا أنا لا يجوز لي أتزوجها بنص الآية. طيب زوجة أبو أبويا نفس الكلام، زوجة أبو أبويا نفس الكلام، يعني الأب وإن على، يعني أبويا وأبو أبو وأبو لو عايشين زوجتهم حرام علي، زوجتهم حرام علي. فعن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. إذن هذه عقوبة الذي يتزوج زوجة أبيه بعد موت أبيه، الذي يتزوج زوجة أبيه بعد موت أبيه، ولا كذلك حتى بعد تطليق أبي لها، لأنها صارت محرمة تأبيدا، صارت محرمة تأبيدا. وعليه فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه سواء كان بعد وفاته أو بعد تطليقها. أي نعم. ولذلك من تزوج امرأة أبيه فإن عقوبته أن يقتل ويؤخذ ماله، أن يقتل ويؤخذ ماله. أي نعم. طيب فإذا كده على الهامش، زوجة الأب، زوجة أبويا، هل هي من أرحامي؟ لا، ليست من الأرحام، لكنها لها مكانة، والدليل أن ربنا حرمها علي، صارت محرمة علي تأبيدا. ولذلك ما أحسن ما يفعله في الحقيقة الناس عندنا في بلادنا، يعني في تعاملهم مع زوجة الأب، فيقولون لها: يا أمي، لأنها في الحقيقة شابهت الأم في مسألة الإيش، التحريم الأبدي، لا يجوز للإنسان يتزوجها أبدا. وعليه هي وإن لم تكن من الأرحام إلا أنها لها حرمة، فإذا مات الأب مثلا فزوجة الأب هذه لها حق علي، وإن لم يكن حق الرحم لكن حق الحرمة، أنها صارت من المحرمات وأنا محرم لها، يعني أسافر معها وأجالسها ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها زوجة أبي في مقام أمي.
كذلك أيضا عقد الإبن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسه. يعني عقد الإبن، عقد الإبن على امرأة، لو الإبن عقد على امرأة فهذا يحرم على الأب أن يتزوج هذه المرأة، حتى لو عقد بس، حتى لو عقد بس، وإن لم يمسها الإبن، حتى لو مساش الإبن. فهذا أيضا يعني على سبيل يعني الهامش كده على علاقة أيضا الإبن بزوجة الأب، وكذلك زوجة الإبن بالأب، كذلك زوجة الإبن بالأب. فالإبن كذلك لو عقد على امرأة حرمت على الأب، حرمت على الأب. طيب النوع الثاني من النساء المحرمات بالمصاهرة، النساء المحرمات بالمصاهرة، أم الزوجة، أم زوجتي تحرم عليها. قال وتحرم على الرجل بمجرد العقد على ابنتها عند جماهير أهل العلم، وهو الصواب لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم، فلم تتقيد بالدخول، فلم تتقيد بالدخول، يعني أم الزوجة تحرم على الرجل بمجرد العقد على ابنتها. يعني لو أنا عقدت على امرأة، عقدت عليها فقط، حرمت علي أمها، حتى ولو لم أدخل بها حرمت علي أمها، وصارت أمها حرام علي حرمة تأبيدية، وهذا عند جماهير أهل العلم. أي نعم، وذلك لقول الله تعالى وأمهات نسائكم. القاعدة التي ذكرها العلماء في ذلك أيضا، هناك قاعدة فقهية تتعلق بهذه المسألة عليها جماهير أهل العلم، وهي العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد ما يعقد على بنت خلاص لا يجوز له أن يتزوج من أمها، يعني بعد ما يتركها، يترك البنت. العقد على البنات يحرم الأمهات. العلماء يذكرون في ذلك أن البنت من الحكمة، يعني في ذلك أن البنت لا تنسى ذلك، وإنما يعني يكون بينها وبين أمها ضغينة في ذلك، ولذلك الشرع حرم ذلك، والعكس جوزه. يعني الدخول بالأمهات فقط هو الذي يحرم البنات. يعني لو أنه عقد على بنت، عقد على أم، عقد على أم ثم ترك الأم وطلقها، يجوز له أن يتزوج ابنتها بعد ذلك، عقد فقط. لكن لو دخل بالأم هو ده اللي يحرم الإيش، يحرم البنت. عكس بعض بقى، الأمهات العقد عليهم يحرم البنات. لماذا؟ لأجل أن البنت لا تغفر لأمها، لكن الأم ممكن تتسامح، إنه مجرد عقد عليها واحد بس ما دخلش بيها، ممكن تتسامح، لو تزوج ابنتها في الشرع يجوز. أين؟ يبقى أم الزوجة ده النوع الثاني من المحرمات بالمصاهرة. النوع الثالث من المحرمات بالمصاهرة بنت الزوجة، بنت الزوجة، والتي تسمى بالربيبة كما جاء في القرآن. بنت الزوجة هذه تحرم على زوج أمها مطلقا، ويشترط في تحريمها أن يدخل الرجل بأمها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها جاز أن يتزوج ابنتها، كما هي القاعدة الفقهية التي أشرنا إليها. قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهذه الآية فيها اشتراط أن يكون قد دخل بالأم. طيب الربيبة في إشكالية تانية أحدثها بعض أهل العلم، لكن هذا القول في الحقيقة مردود،
وهي إن بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعالى قال أنه إذا لم تكن البنت معه في البيت مع أمها فيجوز له إذا طلق أمها يتزوجها، لأنها مش ربيبة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر وقال وربائبكم اللاتي في حجوركم، الحجور يعني البيوت. فعليه ابن حزم وبعض أهل العلم قالوا أنه لو مش عايشة معاه في البيت، عايشة مع مثلا أبوها مثلا، مش عايشة مع زوج أمها، فقالوا لو طلق أمها يجوز يتزوجها، وهذا خطأ في الحقيقة. وهذا يعني قد يعني قال العلماء بخلافه، وهو مذهب جماهير أهل العلم خلاف هذا القول. وأما قول الله تعالى في حجوركم، فهذا راجع لماذا؟ راجع لأن هذا خرج مخرج الغالب، أن هذا خرج مخرج الغالب. مخرج الغالب يعني إيه؟ في قاعدة يذكرها أيضا العلماء، وهذه القاعدة أيضا عليها جماهير أهل العلم، وهي قاعدة أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إنه الكلام إذا خرج مخرج غالب في حال الناس فلا يؤخذ منه المفهوم الظاهر. مثال يوضح ذلك، مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب ظاهر الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل هذا معناه يجوز أن يأكل الناس الربا دون الأضعاف؟ ده بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز ذلك. فهذا يقولون هو خرج مخرج الغالب، يعني كان الربا في هذا الوقت ساعة النزول أو وقت النزول كان الربا الموجود في الناس أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فأنزل الله هذا على غالب حاله. مثال آخر أيضا يبين هذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة، باتت تلعنها الملائكة. طيب اللفظ هنا في الحديث، اللفظ هنا في الحديث باتت تلعنها الملائكة، هذا يعني أو ظاهر يعني أنها في الليل. فالعلماء يقولون لا، كلام خرج مخرج الغالب، بمعنى أن هذا على غالب الحال أن غالب طلب الرجال للنساء يكون ليلا، لكن لو أن رجلا طلب زوجته إلى الفراش أو لفراشه نهارا فأبت، هل هي غير داخلة في هذا الوعيد؟ الجواب داخلة في هذا الوعيد وأنه يشملها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم باتت تلعنها الملائكة فهذا خرج مخرج الغالب. وعليه ففي حجوركم في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم في الآية هذه يقصد بها أو هذه خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. ولذلك لا يجوز الزواج من ابنة الزوجة وهي الربيبة، سواء كانت تعيش مع زوج أمها في البيت أو تعيش خارج هذا البيت، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. ومما يؤيد هذا أن الله تعالى احترز بقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن يكن في حجوركم، وإن لم يكن في حجوركم، يعني التنبيه على أمر المرأة الأم يكون مدخول بيها نبه عليه. لماذا؟ لأنه ينبني عليه الحكم. أما مسألة البنت لو كان ينبني على مسألة وجودها في بيت يعني زوج أمها أو عدمه لبين الله تعالى كما بين في شأن الأم فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولا قال سبحانه وتعالى فإن لم يكن في حجوركم، لكن ما قال سبحانه وتعالى. وعليه فعلم من ذلك أن الربيبة محرمة
مطلقا، سواء كانت تعيش مع زوج أمها في البيت أو تعيش خارج البيت. فائدة في تتعلق بالنوع الثالث ده اللي هو الربيبة، يلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها. بنات بنات الزوجة يعني زوجتي أنا عندها بنت دي اسمها ربيبة، طيب بنت البنت كذلك وهكذا، وبنت بنتها وهكذا. لماذا؟ لأنهن كلهن بنات لها لزوجتي، يعني كلهن بنات لزوجتي، وعليه كلهن لا يجوز لي أن يتزوج منهن ولو بوفاة الزوجة أو بطلاقها. النوع الرابع والأخير في المحرمات بالمصاهرة، زوجة الابن الذي من صلب الإنسان. زوجة الابن الذي من صلب الإنسان، والتنبيه على الذي من صلب الإنسان احترازا من توهم أن الابن مثلا بالتبني زوجته تحرم. لا، الابن بالتبني مش ابن أصلا، لأن الشرع يعني منع ذلك بعد ذلك. وعليه زوجة الابن بالتبني يجوز للرجل أن يتزوج منها، لأنه هو ليس ابنه أصلا. فزوجة الابن الذي من الصلب، يعني ابني أنا، ابني اللي من صلبي، زوجته حرام عليه، لأنني في مقام أبيها، لأني في مقام أبيها فهي محرمة عليه، حتى لو طلقها ابني فهي محرمة عليه. قال: فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذي من صلبه، لقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ويدخل في ذلك في الحقيقة أيضا زوجة ابن الابن وابن البنت وهكذا زوجات الفروع. يعني زوجة ابني حرام علي، زوجة ابن ابني، يعني أنا عندي ابني متزوج زوجته حرام علي، طيب ابني خلف ولد، الولد ده تزوج زوجة الولد ده حرام علي أيضا، لأنني صرت لها بمثابة الجد، صرت لها بمثابة الجد. ابني ده خلف بنت، والبنت خلفت بنت، البنت دي برضو حرام علي، لأني لها بمثابة الجد، بمثابة الجد. يبقى زوجة الابن من الصلب، زوجة الابن من الصلب تحرم بالمصاهرة. ويدخل في الآية أيضا تنبيه مهم أيضا، يدخل في الآية زوجة الابن من الرضاع، وده هيجي معنا تاني في التنبيه في الرضاع. زوجة الابن من الرضاع يعني ماذا؟ ابن من الصلب. طيب الابن من الرضاع يعني زوجتي أنا رضعت حد فصار ولدا لها، وصرت أنا أب له بالرضاع. زوجة الولد ده حرام علي، لأني أب لزوجها، لأني أب لزوجها بالرضاع. فيدخل في الآية أيضا زوجة الابن من الرضاع. وأما قوله تعالى الذين من أصلابكم يعني في الآية، فاحترز به عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ده دليل على أنه زوجة الابن من الرضاع تحرم علي. فإذا أخيرة، زوجة الأب وزوجة الابن لا تحرم بناتهن على الرجل. يعني زوجة الأب وزوجة الابن دول حرام علي، زوجة أبويا زوجة ابني دول حرام علي، لكن لو زوجة أبويا معاها بنات مش من أبويا بقى، معاها بنات، هي لما تزوجها أبويا هي كان معاها بنات، بناتها دول يجوز أن أتزوج منهم، هي حرام علي هي نفسها، لكن بناتها مش حرام علي. وكذلك زوجة الابن، ابني متزوج واحدة، الواحدة دي حرام علي زوجة ابني، لكن هي معها بنات مش من ابني، معها بنات مش من ابني، يجوز أنا أتزوج من البنات دول، لأن دول مش محارم لي ولا أنا محرم ليهم ولا يحرمون علي. فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وبنت امرأة ابنه باتفاق العلماء، فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء، فإن الحليلة
هي الزوجة، الحليلة هي الزوجة. وأخيرا وتيسيرا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة، يمكن القول بأن النساء المحرمات بسبب المصاهرة حلال للرجل كلهن إلا أربعة. كل إحنا هناك بقى في النسب قلنا كل النساء من النسب حرام إلا أربعة، هنا كل النساء من المصاهرة حلال إلا أربعة. الأربعة دول هنا في المصاهرة اللي هم يجوز للإنسان، اللي يحرم على الإنسان أنه يتزوجهم: زوجة الأب، أم زوجته وبنت زوجته التي دخل بها، وزوجة ابنه. الأربعة اللي احنا ذكرناهم كده: زوجة أبويا، و احنا قلنا زوجة الأب، تاني كده سريع: زوجة الأب وأم الزوجة وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن. يبقى كل النساء بالمصاهرة يجوز أن نتزوج منهم. قرابات زوجتي، كل قرايب زوجتي النساء يجوز أتجوز منهم، إلا الأربعة دول، إلا الأربعة دول: زوجة أبويا لا يجوز لي أتزوج منها، أم زوجتي لا يجوز أن أتزوج منها، بنت الزوجة، بنت زوجتي لا يجوز أن أتزوج منها، زوجة ابني لا يجوز أن أتزوج منها. علاقات مصاهرة متبادلة يعني. فهذه جملة المحرمات بالمصاهرة. والنسب نذكر أنه كل النسب، كل النسب فيما سبق كل نساء النسب حلال إلا سبعة، إلا سبعة هن اللاتي حرم، إلا سبعة هن اللاتي حرم. وكما تقدم قبل ذلك إن السبعة نقولهم بسرعة كده: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ وبنات الأخت. يعني نقف على المحرمات من الرضاع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، يوم السبت القادم في نفس الموعد بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.